البدايات حلم كان لزاماً أن يتحقق. لقد أيقن الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمه الله أن مستقبل أي أمة منوط بتعليم أبنائها، ولذا فقد حلم بإنشاء جامعة وطنية رائدة تقدم لطلبتها تعليماً عالمياً مرموقاً، وتعد جيلاً مثقفاً يمتلك مهارات قوية تسمو بالاقتصاد الوطني وتقويه، وتحل المشكلات وتتخطى الزمن بالمعرفة والبحث. أصبح هذا الحلم حقيقة بتأسيس المنارة الأولى في مدينة العين جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1976 ميلادي. هذه المنارة التي مثلت الخطوة الأولى للمسيرة العظيمة التي تقودها الإمارات اليوم، حيث يصنع الإنسان ويمكن فيعرف في العالم كله بعقله وعلمه، مثلما تعرف بلاده التي يرفع اسمها وعلمها لتكون الأولى دائما. النسخة الأولى فكرة لمعت وسط بيئة متميزة، إيمانا من إدارة الجامعة بتمكين الشباب ودفع للتفوق والتميز والإبداع والسير على نهج القادة الأكفاء لبناء مستقبل واعد. لمعت فكرة جائزة صناع المستقبل بسبع فئات شاملة، وهي الطالب المبدع الرياضي، الطالب المثابر، الطالب الفعال، الطالب المبدع المبتكر، الطالب المتميز المستجد، الطالب الملهم من أصحاب الهمم، والطالب المتميز أكاديمياً. من خلال هذه المنافسة تسعى الجامعة إلى الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لطلبتها ونشر ثقافة التميز والابتكار في البيئة الجامعية وتعزيز روح التنافس والإبداع بين الطلاب. وقد نجحت النسخة الأولى في العام الماضي في ترك بصمة امتد تأثيرها ليصل إلى جامعات أخرى، جامعة خليفة وكليات التقنية العليا. شملتهم المنافسة هذا العام لتطل بذلك النسخة الثانية بأفق أوسع وطموح أكبر يبلغ صداه العالم أجمع. النسخة الثانية ظروف استثنائية، لكننا لا نتوقف عن ملاحقة أحلامنا. بدأت النسخة الثانية من الجائزة في بداية العام 2020 وسط إقبال كبير من طلاب جامعات مختلفة، لتبدأ بذلك عشرات الطلبات للتسجيل وتبدأ معها حماسة التنافس. الجميع يسعى نحو هدف واحد، أن يظفر بالجائزة ويقف أمام الجميع مهنئا مكرما كما يليق به. لكننا استيقظنا فجأة على عالم جديد يعيش ظروفا استثنائية، فتوقف العمل التزاما بالإجراءات الاحترازية وحفاظا على السلامة. مع ذلك ها نحن هنا نلتقي عبر تقنية مختلفة ونكمل ما بدأناه، لأن الظروف مهما كانت لا تطفئ النفوس الحية المتقدة بالأمل والمتسلحة بالإيمان. فما زاد القائمين على الجائزة إلا العزيمة والإصرار، وهذه سمات الإماراتي دوما، يتخطى الصعاب ويذللها لأنه اختار أن يكون قوياً متمكناً، يستمد قوته من إيمانه ويمدها ليقول لكل مستحيل: نحن لا نتوقف أبداً.